بص، انا يوميا تقريبا قبل ما انام بحب اتابع المحتوى التعليمي الاجنبي. وبصراحة وقفت عند فيديو مهم جدا نازل من 4 ساعات، والفيديو ده انا متأكد ان صاحب القناة دي ما بيعملش فيديوهات وخلاص، ما بيعملش فيديوهات الا لو كانت فيديوهات مضمونة بنسبة 100%. عنوان الفيديو مهم جدا للجميع: اليوتيوب تتيح للجميع تحقيق الدخل من الفيديوهات القصيرة. اي ان اليوتيوب بتفكر حرفيا في الفترة اللي جاية اتاحة الربح من الفيديوهات القصيرة لأي منشئ محتوى بيقدم محتوى أصلي حصري بنسبة 100%. بمعنى أدق، هيبقى زي شروط الريلز، هيبقى اليوتيوب يبعت لك إشعار ويقول لك أنت قناتك مؤهلة من أجل الانضمام إلى الربح من الفيديوهات القصيرة ولا لأ. وهنا وقتها لازم تعمل حساب جوجل أدسنس من أجل ربط قناتك من أجل تحقيق الربح من الفيديوهات القصيرة. وبصراحة اليوتيوب لو عمل الموضوع ده بنسبة 90% استحالة يعمله في 2023، ممكن يبدأ يعمله في 2024. وهنا أنا بناشد منشئين المحتوى المهتمين بالفيديوهات القصيرة بإنشاء فيديوهات قصيرة بشكل منتظم والاستمرارية، وكمان إنشاء محتوى أصلي حصري مضمون ليك، لأن بنسبة 95% الموضوع ده هيتم قريبا جدا 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 بعد المنافسة الشرسة بين المنصات الفيسبوك واليوتيوب وتيك توك. والمنافسة دي في صالح منشئ المحتوى. اوعى حضرتك ما تكملش في انشاء المحتوى وتسيب قناتك وتمشي. لو انت هتسيب قناتك وتمشي انشئ فيديوهات قصيرة وما تبعدش عن قناتك اطلاقا، نصيحة لوجه الله، لان الفترة اللي جاية شهر 9 و10 و11 و12 الشهور دي بيكون فيها زيادة في الارباح نتيجة ان المعلن بيكثف اعلاناته على الفيديوهات، فبالتالي في زيادة في الارباح. وكمان اليوتيوب عمل ميزة مهمة جدا وحلوة جدا وانا ذات نفسي بدأت استغلها، وهي ميزة الربط بين الفيديوهات القصيرة والفيديوهات الطويلة. واول ميزة تثبت نجاحها من خلال تجربتي انا المتوحد فكرة الربط بين الفيديوهات القصيرة والفيديوهات الطويلة، وهي فيديوهات ذات صلة، وشرحناها قبل كده في قناة المتوحد فكرة وحسب لك في حرف الاي. من خلال الميزة دي انت تقدر تزيد مشتركينك وتقدر تزيد الساعات وتقدر تزيد ارباحك وتقدر تزيد من ريتش قناتك وتوصل لاكبر عدد ممكن من الجمهور. تحياتي للجميع، اوعى تفقد الامل، انا متأكد ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. والفيديو ده لما ظهر قدامي ما ظهرش من فراغ، علشان ابدأ اتكلم عنه واوضح لك بنسبة 90% بداية 2024 اليوتيوب سيتيح الربح لجميع القنوات من اجل تحقيق الربح من الفيديوهات القصيرة، ولكن يشترط تقديم محتوى اصلي حصري بنسبة 100%. ونصيحة، ابعد عن الذكاء الاصطناعي وميت فيديو بواسطة كانافا، وابعد عن انشاء نصوص بواسطة شات جي بي تي وتبدأ تقولها بنفس الطريقة. حاول ما تكونش روبوت، حاول ما تكونش انسان آلي، حاول ما تكونش ذكاء اصطناعي، حاول تضيف قيمة لمحتواك. ما تقولش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم اليوم. اتكلم بطبيعة يا اخي، انت بتكلم جمهور وانت بتكلم انسان آلي، عيش حياتك كده. شكرا للجميع.